الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر مالك خايف كده خايف وحاسس بالخطر. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، أنا كارما في سنة خمسة ابتدائي. والله طبعا الأغنية اللي انتوا سمعتوها دي فاكرين ان هي مجرد أغنية للكينج محمد منير، لا يا جماعة دي رسالة مشفرة، وانا بس بفضل الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللي حليت اللغز. الكينج بيقول برا الشبابيك غيوم برا الشبابيك مطر، وده عادي لان ده جو الشتاء، بس لما الكينج يقول مالي خايف كده خايف وحاسس بالخطر لنا هنا وقفة نتساءل فيها، ايه يا ترى الشيء اللي ممكن يخلي الكينج محمد منير خايف وحاسس بالخطر؟ الشيء هو التغيرات المناخية، وانا من هنا بطمن الكينج محمد منير واقول له ان انا في قناتي ناشونال جيوغرافيك ابو يوسف حناقش اسباب التغيرات المناخية وتأثير المتغيرات المناخية على الحياة في مصر، ومش بس كده الاجراءات اللي اخدتها مصر عشان تواجه التغير المناخي. ماما كانت دايما تقول لي يا كارما مناخ مصر حر صيفا بارد شتاء، اما دلوقتي بتقول ان مناخ مصر نار جهنم صيفا تلج فريزر شتاء. وهنتكلم دلوقتي عن ايه هي اسباب تغير المناخ. هكلمكم يا اصدقائي عن العوامل اللي كانت سبب في التغير المناخي. العوامل البشرية او الانشطة البشرية، يعني الانشطة اللي بيمارسها الانسان زي حرق الوقود الاحفوري اللي هو المقصود بالفحم والغاز والنفط، وكمان إزالة الغابات والزيادة في استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية، وزيادة الأنشطة الصناعية زي صناعة الحديد وصناعة الأسمدة. أما العوامل الطبيعية زي الانفجارات البركانية، العوامل دي كلها بتأدي إلى انبعاث الغازات الدفيئة زي ثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون، والغازات دي بترفع درجة حرارة الأرض. التغيرات المناخية دي يا أصدقائي طبعا بتأثر على الحياة في مصر زي الإضرار بصحة الإنسان وظهور أمراض زي الملاريا، كمان منسوب مياه البحر بيرتفع وبتتآكل شواطئ مصر الشمالية وبيغرق أجزاء منها، كمان بتأثر على الشعاب المرجانية فتصاب بالضعف والموت، وده طبعا بيأثر على السياحة. كمان المية العذبة بتقل بسبب التبخر، وبتقل كمان مساحة الأراضي الزراعية وبتتدهور التربة، وكتير من النباتات الطبيعية والحيوانات بتتعرض للانقراض. مصر يا أصدقائي عملت إجراءات عشان تواجه التغير المناخي ده. عملت إيه مصر بقى؟ التوسع في استخدام وسائل النقل المستدامة اللي هي صديقة للبيئة، وكمان استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تخزين مياه السيول عشان يستفيدوا منها بعد كده، كمان إعادة استخدام المياه العذبة، وتحلية مياه البحر، ونشر الوعي بخطورة تأثير المتغيرات المناخية دي على الفرد وعلى المجتمع. أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر، ودي هدفها مواجهة أزمة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات والغازات الضارة. وكمان يا أصدقائي مصر هتستضيف مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. والسلام عليكم.